الرئيس السيسي يؤكد أن الإدعاءات التي أثيرت مؤخرا محض افتراء وهدفها تحطيم إرادة المصريين. الرئيس السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية 2019 خلال مؤتمر الشباب. وترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. الثامنة مساء، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تماسك المجتمع هو الضمانة الأولى لمواجهة أي تحد قد يواجهه. وخلال جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أكد الرئيس السيسي على استمرار الدولة في حالة يقظة تامة لمواجهة التحديات المحتملة، كما شدد على أن القوات المسلحة والشرطة ستظلان في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تهدد الدولة. وفي مدخلة له خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإدعاءات التي انتشرت مؤخرا حظ كذب وافتراء، وقال إن أي سد لم يكن ليبنى على نهر النيل إلا بسبب ما حدث في 2011، كما أضاف أن الدولة المصرية تشهد بالعاصمة الإدارية الجديدة إنجازات سيتحدث عنها العالم أجمع. كرم الرئيس السيسي الأبطال الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت الشهر الماضي في المغرب، ومنح رئيس الجمهورية وسام الرياضة من الطبقة الأولى للحاصلين على الميداليات الذهبية، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية. وصل رئيس اريتريا سياس فورقي الى العاصمه السودانيه الخرطوم في زياره رسميه تستغرق يومين. وذكرت وكاله الانباء السودانيه ان فورقي سيعقد مباحثات مع رئيسي المجلس السيادي ومجلس الوزراء لمناقشه العلاقات الثنائيه بين البلدين وتطورات الاوضاع في الاقليم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. وقال البيت الأبيض في بيان إن العملية تمت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.